السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كما وعدتكم دائما مع الوصفات السهلة والبسيطة، إن شاء الله نحضروا كيك سهل وبسيط، مكونات غير مكلفة. نحضروا في الخلاط الكهربائي بدون مجهود، تحضيره في أقل من 10 دقائق. نتمنى أنها تعجبكم. ما تخلوش ليا باللايك والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد للقناة. بدون بركة الله، بالنسبة لطريقة التحضير، ناخذ واحد الخلاط اما مولينكس او الضرب اليدوي اللي كان عندك، او لا الضرب الاخر ديال الكهربائي اللي متوفر، ماشي ضروري الخلاط الكهربائي. هاد المولينكس او لا الخلاط هذا ديال الضوء، كنديروا 3 البيضات، كاس ديال السكر الا اسبوع، وشويه ديال الملحه، قبيصه ديال الملحه، وخلطوه مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالهم او حتى يبيض. ونحبسو كنديروا بسرعه عاليه. في الاول كنبداو بسرعه خفيفه، ومن بعد غادي كنطلعوا حتى بسرعه عاليه حتى يطلع. بعد ما تيطلع ليك كنزيدو الزيت بشويه بشويه، كتشوفي يعني تخلط مزيان. كنضيفو زيت كاس الا ربع ديال الزيت. بالنسبه للخلاط او المولينكس كتكون فواحد التقيبه هكا، تبقى ضيفي بشويه بشويه، كاس الا ربع ضيفي بشويه بشويه. الا ما كانش غير كدير بالضراب اليدوي، ديري هكا يعني خلطي، بقيت كفحي بشي بشويه. بالنسبه للكيك راه مش اخوات اللي كيشوفوا الكيك يقولوا راه ما ينجحش، ضروري خص الخلاط. لا بالعكس، واخا ديري غير بيداوي هكا يتجبعي كاع المكونات كيطلع الكيك. غير الطريقه ديال التحضير والمكونات كيفاش هما، يعني واش باردين ولا في حاره المطبخ، والفران كدير الطياب ديالو. واخا تطلعي الكيكه مزيان، الطياب ما تيكونش هو هذاك. تبعي الطريقه من الاول حتى الاخر باش يشح معاك الكيك. بالنسبه لك من بعد ما تخلط مزيان، صافي تنديرو فواحد الاناء اللي غادي نخلطو باقي المكونات. كنضيفو واحد ملعقه كبيره ديال المربى من اي نوعيه اللي عندك، ما كانش بلاش يعني، غير كيضيف واحد كيك تحط تركيبه اخرى، يعني كيكه تجي زوين. تقدري حتى 2 معالق، درت غير ملعقه واحده ديال الفريز، ديري ديال البرتقال اولا ديال مشماش. وغنضيفو كاس ديال المغليان طيبته في هاد الغلاي. منين بغيت نبدا التحضير ديال الكيكه، يعني سخنت الماء وخليته في الغلاي يعني حتى طاب. من بعد ما كملت خلطت داك البيض داكشي، درت هاد الكاس ديال الماء، يعني ماشي من الغلاي يلا طاب، طاب وخلي بقى في الكاس في الغلاي. ومن بعد ملي بغيتو هزيتو بحال هكاك. ونوريكم الطريقه كيفاش استعملت هاد الماء. كاس ديال الماء خلطوه مزيان، نضيفو كاس ديال الفينو. هاد الكيك ما فيهاش دقيق بوحدو ديال الفورس، غنديرو كاس ديال الفينو اللي هو الدقيق الرطب الاصفر، اللي رطب هو رطب طبق دقيق ديال القمح معروف عندنا الفينو. الاخوات اللي ما عارفينش الفينو، راه الدقيق رطب ماشي سميد الرقيق، وانما الدقيق الرطب ديال القمح. كنضيفو كاس اخر ديال الدقيق الابيض. بالنسبه للكاس اللي عبرنا به الزيت والدقيق والزيت والسكر والماء، نفس الكاس غنديرو به نديرو الدقيق والفينو. هو هذاك اللي شفتو راه رطب رقيق بزاف، ما تيكونش فيه نخاله، يعني تيكون عادي محيد منه النخاله. كنديرو في المسمن وفي الخبز يعني معروف. وهذا كاس الثاني ديال الدقيق الابيض غنضيفو غير شويه، لان الدقيق الفينو راه كيشرب سوائل، يعني حاول انكم ما تقلوش بزاف الكيكه باش ما تجيكمش يعني ثقيله. غنضيفو غير ديك الشويه ديال الدقيق تقريبا واحد النصف، ما وصلش بحال هكاك على حسب عيد ميزانك. شوفي الكيكه اللي كانت ثقيله حبسي، ما تزيديش بزاف، يجي بحال هكا. وكنضيفو ملعقه ديال الخل، وغنضيفو كذلك ملعقه ديال عفوا جوج اكياس ديال خميره الحلويات، كل وحده فيها 8 غرام. كاين اللي فيها 7، كاين اللي فيها 8، المهم بحال بحال. ديري جوج تنخلطو. فهاد الاثناء شعلوا الفران اخواتي، شعلو سخن مزيان 180 درجة الفران ديال الضو، ولا كان الفران ديال الغاز تشعليه حتى هو العافية متوسطاتي سخن. ومن بعد ما تبغي تدخل الكيكة نقصي العافية، ما تخليهاش بجهدة باش يطيب على مهل من التحت، طيب من الكيكة من الداخل. وندهنو المول ديالنا بالفينو أو الدقيق الأبيض، ندهنو بالزيت بعدا باش نديرو الشو عليهم، نحسب لك المول كيلصق لك ولا شي حاجه. صافي من بعد ما كتقادي يعني الجناب حتى هو الدقيق ولا الفينو، ديري الكيكه طلعي المول حتى الفوق باش الكيك حتى هو يجيك مزيان. دائما تبغي ديري اي كيكه طلعي تبغي تكفحي طلعي الفوق باش داك الهواء اللي كاين تيخرج
مهم الطريقه ديال تحضير الكيك، راه كاين بزاف انواع ديال الكيك في القناه، باش نشرح معاك تبع غير الطريقه. والطياب كما قلت لكم نقصوا درجه الحراره اللي كانت 180 من كتسخن 180 نقصوها حتى 175 حتى 160 على حسب كل فران المستعمل ديالو. انا كان عيني ميزاني كنخليها حتى 160 حتى نشوفها تتحمر من الجناب وكتحمر من التحت وكتنفخ، كنشوف من الفوق كنشعل الفوق ديك الساعه صافي، كنطفي من التحت وكنشعل غير الفوق، كتكون موجوده يعني كطيب مزيان ما كتشقق ما كتجي مقاده بحال ديال المحلابه، غير هذه فيها زايده فيها الفينو. الا بغيتي ديري بحال ديك الطريقه ديال يعني كيكه المحلابات ديريها كلها يعني باقي الدقيق الابيض تجي مزيانه. وهذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما طابت كتخرج يعني دهنيها بمربى ولا بالعسل اللي متوفر عندكم، تزين هو هذا اللي درت يعني على حسب الزين اللي باغي، ترشوها بالشوكولات او اللي ترشوها بالشوكولات سائل، دهنوها بالشوكولات اللي تبغي كيشرب لك السائل، او اللي ديرو هكا الكوك ولا كوكو مهرمش اللي متوفر عندك، كتجي لهذا الشكل كتجي رائعه. اضافه ديالتها اللي ضفناها يعني كاس ديال الفينو كيخليها يعني كيك مميز، كيك بمذاق اخر. وبالنسبه للطياب كما قلت لكم ما تسخنوا ما تجلوش العافيه باش طيب لكم من الداخل. اخوات اللي باغيين كيطيبوا الكيكه كتفشل ليهم او اليوم كطيبش من الداخل، الطياب كذلك يلعب دور التحضير كذلك كل حاجه وخدمتها. اذا نقصتي هكا ما كتنجحش معاك، ما تفشي ما المكونات يكونوا في حاره المطبخ، الفران ما يكونش مجهد بزاف وما يكونش ناقص بزاف، يعني يكون هو هذاك حراره يعني معتدله باش طيب مزيان. اللهم تكون معتدله ولا ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه بزاف. المهم راه عندي الوصفات ديال الكيك البساط وزوينين تيطلعوا، كتطلع كيكه زوينه كاينه في القناه، شوف القناه يعطي الله الوصفات. غير الاخوات اللي ما كيتفاعلوش وما كيدخلوش وما كيخليوش لايك وما كيخليوش تعليق، حاولوا انكم تخلوا لي لايك، كتشوفوا الفيديو ما كت... كتعجب كيعجبكم الفيديو يعني الفيديو مو يعني مفيد ولكن ما كديروش لايك. الله يخليكم يعني تفاعلوا مع القناه وبارطاجوا الوصفات ديالها مع الاخوات ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم فائده. واخا المشتركين كثار ما كاينش تفاعل ما كاينش يعني المشتركين ما كيشوفوش كاع الفيديو غير كيبداو كيقطعوا ما كاينش مشاهده. المهم مجرد معلومه الاخوات، حاولوا يدعموا القناه تشجعوها لايكات ديالكم والاشتراك كذلك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل الفيديوهات ديالي. وخليوا لي تعليق واش كيوصلكم الفيديوهات ديالي ملي تلوحوا ديك الساعه ولا لا. المهم بالصحه والراحه، هذه الكيكه ديالنا كيك يومي اقتصادي مذاق ديالو كيجي رائع. وبالصحه والراحه، مع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله في رعايه الله، الى اللقاء.